جاءكم رسول من أنفسكم. قال العلماء: وفي هذه الآية دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أشرف وأنه من معدن وأصل العرب، لأنه قال من أنفسكم. وقال الإمام القرطبي رحمه الله في التفسير، قال: وجاء في بعض القراءات للقرآن الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من الشيء النفيس والشيء الغالي والعظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، أي يصعب عليه، عزيز عليه ما عنتم، أي مشقتكم تشق على النبي عليه الصلاة والسلام، حريص عليكم في هدايتكم وفي بيان الحق لكم وفي تحذيركم عن الشر، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يقربنا إلى الله جل وعلا إلا وبينه لنا، وما ترك شيئا يباعدنا عن النار إلا وحذرنا منه. فما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تركنا على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد جاء في أمر الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأخباره وزواجره، أن الله سبحانه وتعالى لما سأله نبي الله وصفيه وكليمه موسى عليه السلام في سورة الأعراف، لما قال: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا، أي تبنا إليك. موسى عليه السلام لما اتخذ قومه العجلة وأخذ الله سبحانه وتعالى 70 رجل، ورغب موسى وتاب هو وقومه إلى الله سبحانه وتعالى، وسأل الله جل وعلا أن يكتب لهم الحسنة في الدنيا والآخرة، كانت هذه الآيات: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فلمن تكتب هذه الرحمة؟ قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون، دزم موسى عليه السلام، قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى أخذ على قوم موسى وعلى موسى عليه السلام أنهم إن أرادوا أن يكتب الله لهم الرحمة والحسنة في الدنيا والآخرة، أن إذا بعث رسول آخر الزمان عليه الصلاة والسلام أن يتبعوه. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال الإمام الفضيل أو الحسن رحمهما الله كما ذكر ابن كثير في التفسير، قال: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية، فهذه الآية تسمى آية المحنة. الزول اللي بيقول أنا بحب ربنا سبحانه وتعالى وده شيء طيب، ربنا بيمتحنه بالآية دي: قل إن كنتم تحبون الله
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولذا جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته ملائكة وهو نائم فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم هو نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل ابتنى دارا وصنع فيها مأدبة، زول عمل له بيت جديد بناه وجيه تمام وقام عمل فيه عزومة للناس فرحا بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، ثم بعث داعيا زول يعزم الناس. قال فمن أجاب الداعي، زول اللي بيدعو الناس اللي بيستجيب له وبيسمع كلامه، دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها، فسروا الرؤية دي أو هذا المثل تفسيره شنو. قالوا قال بعضهم هو نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا الدار الجنة والداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. فرق معناه شنو؟ معناه ميزان. لما ده يقول كلام وده يقول كلام طوال نعرض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فما وافق كلام النبي صلى الله عليه وسلم أخذ به وإن كان القائل به حقيرا غير معروف، ومن خالف كلامه كلام النبي صلى الله عليه وسلم رد كلامه ولو كان من كان في العلم والمكان. عشان كده الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي زول كلامه بتفتش وبتوزن وبتقلب وبنشوف رأسه من قعره إلا كلام راجل واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم. ودي أخواننا لابد الأمة تعيها، أن الأمة إذا فرطت في هذا الأصل فإنه لا سعادة لها ولا رفعة لها ولا نصر لها ما دامت تخالف النبي صلى الله عليه وسلم. عشان الناس يرجعوا ويتعلموا ويتابعوا السنة وربنا يرفعهم بذلك. وما عنا ببعيد ما حصل للمسلمين يوم أحد لما الرماة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو رأيتمونا، قصة معروفة، يتخطفنا الطير فلا ينزلن أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في بداية معركة أحد المسلمين هزموا المشركين الكفار، والرماة فوق شافوا إنه المسلمين بدوا يشيلوا الغنائم والكفار جارين، قالوا خلاص معناته النازل جر، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم النصر، النبي صلى الله عليه وسلم أراد إنه المسلمين ينتصروا فنزلوا. وأما قائد الرماة عبد الله بن جبير رضي الله عنه وبعض من معه قالوا لا ننزل، ما بنخالف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى التف المشركون وقتلوا المسلمين، وكانت الهزيمة يوم أحد بأي سبب؟ بمخالفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده شوف أي دين أي عقيدة أي ذكر أي حاجة أنت داير بها أجر وثواب ما عليها ختم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه إما باعدتك من ربنا سبحانه وتعالى ما بتقربك، لأن كل عبادة ليس عليها خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فهي باطلة ومردودة، كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ذكر لنا مشهد من مشاهد الآخرة، والمشهد متعلق بهذا الموضوع.
ربنا قال ويوم يعض الظالم على يديه. ربنا سبحانه وتعالى يكشف للعباد بعضا من أمور الآخرة حتى يستعدوا لها. ربنا قال من المشاهد في الآخرة إنه في زول بيأكل يدينه من الحسرة، عشان كده ربنا سمى يوم القيامة يوم الحسرة. قال وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ربنا قال ويوم يعض الظالم على يديه. في الدنيا هنا الزول مثلا طالب يكون بيمتحن فاتته مسألة، أو قال كدنا أخرة بعد ما حل الامتحان أجي راجع عليها قام نساها، لما يمرق برا ودرجاته تنقص بعض أصبعه. ده في الدنيا، لكن في الآخرة العلماء قالوا داك بياكل يدين لغاية ما يحصل المرفع، لأنه هناك تاني ما في إعادة، إعادة ما في، ولا في حاجة اسمها ملاحق، ملحق ما في. ربنا قال ويوم يعض الظالم على يديه ماله، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ريتني باريت طريق واحد وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما الذي منعك؟ يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر القرآن بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا ربي، العلماء قالوا هذه شكية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض هذه الأمة، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. دي ورطة يا أخواننا عظيمة جدا في الآخرة. ما سببها؟ أنه ترك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلام شيخه أو لكلام كبيره أو لكلام الإنسان الذي يعظمه، فيتورط هذه الورطة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ده في الآخرة بقول كده، وفي الدنيا كان كيف؟ يقول لك يا زول ما تتكلم لنا في المسائل الخلافية. هل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم مسألة خلافية؟ هل إنه الناس ينادوا الله براه دي مسألة خلافية؟ لكن يوم القيامة ما يوم بتاع تنكشف فيه السرائر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد وأسماء وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا فرطكم على الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم قدام بنتظر الناس على الحوض يوم القيامة، قال وليذادن أقوام من أمتي من على الحوض، أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء. في ناس بيجي يوم القيامة عطش شديد، الشمس تدنو من الخلائق. ربنا قال وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال ودعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم، دعاء الأنبياء مش نحن ذيل الجايطين الواطة كلها، لا الأنبياء دعاهم اللهم سلم سلم، يوم صعب. والأنبياء لما يسألوا الشفاعة كل نبي يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. والأنبياء ذيل في الدنيا هم من أهل الجنة، من أهل الجنة. اليوم دي ناس ما شاء الله لا زول بتعبنقه ولا بيسب الدين ولا بضيع الصلوات، كان بيصلي وكمان كان الآثار بتاعت الوضو في وشه وفي يدينه وفي كرعينه نور يوم القيامة. الوضو نور، لكن مشكلته في شنو؟ إنه العبادة بتاعته كانت بمزاجه، بمزاجه هو. النبي عليه الصلاة والسلام قال وليذادن أقوام من أمتي من على الحوض فأقول أمتي أمتي أو أمتي يا رب أمتي يا رب. ديل من أمتي متوضئين، ده دليل على أنهم كانوا بيعملوا طاعات. فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أحدثوا معناه شنو؟ معناه جابوا عبادات ودين ربنا سبحانه وتعالى ما نزلوا لهم، ولا النبي عليه الصلاة والسلام نزلوا لهم. قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سحقا لمن غير وبدل. تخيل زول يوم القيامة داري يجي يشرب من الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، آنيته
أكثر من عدد نجوم السماء، وماؤه أشد بياضاً من الثلج وأحلى من العسل. زول دار يشرب، فتطرد الملائكة ومش دبراو. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليه بعداً، سحقاً معناه شنو؟ معناه بعداً بعداً، يعني الله يبعدك دوم القيامة. باقي لك ده بيفلح وده بينجح، جريمته شنو؟ فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أحدث معناه شنو؟ معناه جاب بدعة. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عبادة عظيمة وجليلة، وفيها فوائد العلماء ذكروها وألوا فيها كتب. لكن لو زول جاب له صلاة جديدة، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ده بخش في الحديث. فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وعبادته دي بدل ما تقربوا لربنا بتبعده. ليه؟ لأنه يا أخواننا الزول اللي بيجيب له عبادة جديدة في الدين كأنه بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نحن حصلنا خير أنت ما حصلته، كأنه بيقول لي كده، بيقول لي كده. وإلا هل الذي تفعله خير؟ اللي بتعمله ده أنت خير ولا ما خير؟ يقول لك خير. هل الخير ده علم النبي صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ طبعا ما في مسلم بيقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم جهل الخير ده، بيقول لك كيف علم؟ طيب هل بينوا لنا؟ هل في حديث؟ في آية؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما بينوا لنا يبقى ده ما خير. والله أخواننا نحن بنقول الكلام ده ونحن عارفين كثير من الناس بتضايق، شوف إنه الكلام ده ما في محله، وإنت زول ما بتحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا شنو؟ والكلام ده فرق الأمة. الكلام ده أخواننا بيجمع الأمة، ونحن دارين للناس الخير. وإنت ما ممكن تلقى زول ماشي لهاوية ولا شيء غلط وإنت تسكت. ربنا بيسألك، ربنا قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. الليلة الآن ما يسمى بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، ولا يتم إيمان المرء إلا بذلك. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، ولا يتم إيمان المرء إلا بذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ونفسه التي بين جنبيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فقال عمر يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي، قال ليس بعد. فقال عمر والله أنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. العلماء قالوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب، ويكون معها أمور أربع. الأمر الأول طاعته فيما أمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر طوالي تنفذ، هذا دليل على المحبة. الثاني اجتناب ما عنه نهى وزجر. الثالث ألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. زول يقول لك لا إله إلا الله ذكر ولا ما ذكر؟ ذكر صح. طيب أنا بدقها بالنوبة، طيب هل الرسول صلى الله عليه وسلم عمله؟ بس سؤال عشان ما تتورط يوم القيامة، هل النبي صلى الله عليه وسلم عمله؟ إذا عمله نحن أول ناس بنعمله. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما عمله ولا الصحابة عملوها خليها، والله ما بتنفعك. لكن لا إله إلا الله لو قلتها بخشمك بتنفعك ولا ما بتنفعك؟ بتنفعك. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لو قلتها بتنفعك ولا ما بتنفعك؟ بتنفعك. التسبيح، التحميد، التكبير، الحوقلة، غير من الأذكار، قراءة القرآن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإحسان إلى الناس، الكلمة الطيبة، ده كله بينفعك، لكن تكون على وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ما يمارس داخل هذه الساحات من الكلام الذي فيه المخالفة والغلو. ها يقول لك إذا كنت في هم فقل يا فلان آتيك بسرعتي، وإنه الشيخ الفلاني بيعلم الغيب وغيره، وده مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الربيع بنت معوذ، دي من الصحابيات رضي الله عنها، وعندها جوار يغنين بما تقاولت الأنصار يوم بعث. فقالت جارية تمدح النبي صلى الله عليه وسلم
وفينا رسول يعلم ما في غد. كان قصيدة طويلة من ضمن القصيدة قالت النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الغيب يعني بيعلم في بكرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي بما كنت تقولين فإنه لا يعلم ما في غد إلا الله. شكذا ربنا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأنعام قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. ولذلك أخوانا شوف من الأدلة ربنا سبحانه وتعالى أقام على الناس. إن شاء الله نختم بهذا الحديث ما رواه الإمام مسلم في الصحيح حديث المسيح الدجال. والحديث ده رواه صحابي جليل اسمه تميم بن أوس الداري وده كان من الصحابة الحفظ القرآن كان بيصلوا بالصحابة التراويح وكان نصرانيا فأسلم. وكان سبب إسلامه هذه القصة قصة طويلة جدا. كانوا مع ناس وركبوا البحر بعدين البحر لعبيهم وتكسرت السفينة وخشوا جزيرة ولاقتهم الدابة كثيرة الشعر قالوا لا نعرف قبولها من دبورها قدام من ورا ما بنعرف من كثرة شعرها. فقالوا ما أنت؟ فقالت هلموا إلى ذلك الرجل الذي هو إلى أخباركم بالأشواق. قالوا مشوا لقوا راجل مكتف راسه بين ركبتينه ويدينه في رقبته ومربط بالحديد زول عظيم الهيئة. فقالوا ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري ولكن أسألكم عن أمور. وفي النهاية هو المسيح الدجال. وأنا جبت الكلام ده لشاهد معين. المسيح الدجال كافر زول كافر كل الأنبياء حذروا أقوام من المسيح الدجال. فسألهم عن أمور كثيرة لأنه هو دار يمرك ومروق من علامات الساعة. فسألهم عن أمور قال لهم ما فعلت بحيرة طبرية بحيرة من البحيرات. قالوا ماء كثير. وسألهم عن نخل بيسان وسألهم من ضمن ما سألهم قال لهم ما فعل نبي العرب يعني من النبي صلى الله عليه وسلم أو قد بعث؟ قال نعم. ده المسيح الدجال بيسأل في تميم ابن أوس الداري قبال ما يسلم. قال فما فعل؟ قال أخرجه قومه يعني من مكة ثم قاتلهم وظهر على من يليه من العرب. ظهر معناه غلب عليهم فأطاعوه. بعد ما تغلب عليهم أطاعوا. المسيح الدجال قام قال شنو؟ قال أما إنه خير لهم أن يطيعوه. شوف ده كافر المسيح الدجال ده مجرم بيجي للناس يفتنهم عن دينهم من أشراط الساعة. بيجي يقول للسماء أمطري تمطر وللواطة أمرق كنوزك. الناس تلقاهم جارين الذهب وشايل معه جهاز وتلقى الجماعة بالشاكل والشغلة فيها موت وطعن وضرائب والبرد وناس تلقاهم يستحملوا الموية الكعبة والأكل الكعب عشان الذهب. بيجي المسيح الدجال بتمرك شنو؟ بتمرك كنوز الأرض. قال ويأتي على القوم ماشيتهم ما شاء الله والواطة بتاعتهم تمام يقول لهم أتبعوني. يقول لهم ابن اتبعك أنت كذاب. فيخرج وتخرج معه بركة الأرض من الفتنة يصبح ما عندهم أي حاجة لكن ناس مؤمنين. وفي ناس كمان تانين تعبانين يقول لهم آمنوا بي يأمنوا بيو البهائم تبقى سمينة وكده فتنة كبيرة عظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام القصة دي حكاها تميم بن أوس وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنه خير لهم أن يطيعوه. قال لهم أخير للناس ديل إنهم يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخواننا الإنسان شوف أنت دار تنجو أي عبادة زول يقول لك أنا دارك تحتفل معي قل له والله أي شيء فيه تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم أنا معك لكن الدليل شنو؟ في دليل أنا معك ما في دليل أنا ما معك. لأن الروح واحدة ويوم القيامة الحساب فردي وكل عمل كما قال العلماء ينشر له ديوانان ماذا كنتم تعملون وماذا أجبتم المرسلين لما وكيف صليت المغرب
صليت كيف؟ والله صليت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ده الشرط الأول. الشرط الثاني: لما؟ ليه صليت المغرب؟ هل صليت لله؟ ولا صليت عشان الناس يشوفوني أنا زول في الجامع؟ ولا صليت عشان في الجامع ده ممكن ألاقي فلان لأنه عنده مكانة؟ ولا ليش؟ فإذا كان صلاتك لله وصلاتك على وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من الأعمال الصالحة، فأبشر بالخير. وإذا كان العمل صالح وكان العمل على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان فيه رياء أو سرعة أو سمعة، هذا عمل باطل. وإذا كان العمل خالص لله لكن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا عمل باطل. ولذلك ربنا قال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. يعني الكتاب والسنة إن تباريتم حتصل وين؟ حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بقيت عملت لك شارع تاني، أهلنا بقول لك ما تشاقق، مش بقول لك الشارع ده عديل ما تشاقق، ربنا أول بشاقق زول يقول لك هذا هوي نحن بنشاقق. طيب البشاقق، ربنا قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، دربك ده أمش اللي يوصلك، ونصله جهنم وساءت مصير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. صلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا. اللهم وسع أرزاقنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، والسلام عليكم.